السلام عليكم الحباب، كيف الحال؟ فيديو جديد واخبار جديده. اليوم جبت لكم اخبار خطيره جدا جدا على لاله حدا واش اللي وقع لاله حدا. من بعد ما قلنا ان لاله حدا بدات كتشافى وتعافى وبدات الحمد لله الصحه ديالها كتحسن، ولكن للاسف الشديد رجعت الصحه ديالها انهارت ورجعت دخلت للمستشفى مره ثانيه. غادي نخليكم الكل والتفاصيل في الفيديو حبايبي، غتسمعوا كل شيء بصوت الصورة، ما تزبيوش هاد الفيديو، غتفهموا اشنو اللي وقع لالا حدا وشنو السبب اللي خلاها ترجع الصحة ديالها تدهور وتدخل المستشفى. حبابي فقط انا نقول لكم ما تنساوش تشاركوا فقط في القناة وتضغطوا على ذلك الزر الاحمر والجرس باش توصلوا بالجديد اللي كنزل على قناتي وقناتكم فضلا وليس امرا. حبابي ما تنساونيش بلي لايك لي لايك لي لايك ديالكم، ودعموني حبابي لان الدعم ديالكم نقص ليا. انا كنهضر مع الناس الحباب ديالي اللي كيحبوني ونحبهم بطبيعة الحال، الهضرة ديالي كنوجهها ليهم ماشي الناس اللي كرهني واللي ما كيحبونيش من طبيعة الحال. لايك حبابي ودعموني، وكنتمنى ان تفرقعوا لي هذا الفيديو بلي لايك ديالكم الحباب ديالي العزاز ديالي المشاهدين ديالي الاوفياء. خليكم مع الصوت والصورة واسمعوا اشنو اللي وقع مع لالا حدا والصحة ديالها مسكينة علاش تدهورات مع الاخت فاتحة فاعلة الخير، تحياتي لها من هذا المنبر، وخليكم هي اللي جايبة لكم كل شيء في ميكتو كل شيء جديد. جري واخوتي خواتاتي وتسمعوا اخر الاخبار. اخر الاخبار كلنا اولا وثاني حاجه غادي ندعيو بالشفاء، وغادي ندعيو بالشفاء العاجل لالا حدا. جاني خبر اخوتي خواتاتي صحتها ما راهاش كتعجب، ويونس راه في انهيار عصبي حتى هو، اش نقول، لا حول ولا قوه الا بالله. كلشي كيتعكس له، كلشي كيرجع ضده، حتى حاجه ما راها تمشى لهم، حتى حاجه ما راها تسجد لهم، كلشي راه يتعكس لهم. الا تبعتك عين البشر والله لا تفرتو، ولا قوس عليك بنادم راه كيقولها في القران، كيقول لك عين بنادم راها اكثر من السحر والنص في المقبره ميت بالعين. اخوتي خواتاتي حياتي المتتبعات اللي كيدخلوا عندي جداد، مرحبا والف مرحبا بكم الدار داركم، ومرحبا بالناس القدام اللي باقيه مخلصه. اخوتي عطيونا اللايكات عطيونا الكومونتيغات فضلا وليس امرا، علوا لي لايك الله يقعد درجتكم في الجنه كلكم، قولوا امين يا رب العالمين. هاد الخبر اللي جبته اخوتي ما تتعجبش، انا والله كندعي بالشفاء لالا حدا، كنقول لها يا اسفي على الناس الزينين كيفاش كيتلقاو صدمات، والضربه اللي ما كتقتلش كتقوي. وكنقول للاخ يونس شنقول لك اخويا الله يصبرك، الا كنا كننتقدك سمح لنا، احنا كنا كننتقدك غير انتقاد البناء، راه هاد الموت والحياه هادي اخوتي، الانسان اللهم يطلب السماحه ولا يمشي غارق. راه الانسان راه حنا كنا مهدوفين بزاف ديال الحوايج. وصلت له عاوتاني لالا حدا مرضت، والاخ يونس عاوتاني دخل ديبريسيون على داك المراه اللي قالت له ما بقيتش بغيتك، بحال اللي حس بالنقصان او لا حس شي حاجه، هو حس بشي حاجه ماشي هي هذيك، حس الله يحسن العوان كتكوني داري على واحد وفي التالي يزد حك ويقول لك انا ما بقيتش باغي نكمل معاك، ولا ما بقيتش باغي الحياه معاك، ولا ما بقيتش باغي الحياه معاك، ولا ماشي زينه، ولا الحياه معاك ولا خايبه، ولا الحياه معاك ها ماشي سهله. اخوتي خواتاتي راه الضربه هذه راه واعره وصعيبه، وكاين لك اللي غير اللي مجربها هو اللي كيعرف قيمتها اشنو كتسوى. هو حس بالنقصان، حس بالحياه ديالو تدمرت، حس بالحياه ديالو تبدلت، عيات ما تقعد هذيك السيده مسكينه اللي في الامارات الله غالب، هاد الناس صبتهم عين وشكت فيهم، الصحه مشات على قد الحال. لالا حدا عاودوا لي عليها عاوتاني صحتها ما كتعجبش، قالوا لي راها مريضه الله يشافيها، نتمنى تكون غير نزلت البرد وتفوت، ما نتمناش مسكينه داك الرجل ولا داك اليد ولا داك القرشوطه اللي كانت عندها ما كتقدرش تسبيري في الليل كانت كتخنق، نتمنى هاد الشيء ما يكونش اخوتي خواتاتي، نتمنى تكون نزلت البرد راه حيت هاد لاكريب راه فايته على كل شيء، راه حنا كلنا مراضين وكلنا حنا فاتيكي وعيانين، وهاد مع سبحان الله العظيم كاينه الحراره في المغرب وحنا عاوتاني دخلنا بالمغرب لفرنسا لقينا البرد، بحال اللي رحنا الجسم ديالنا كنخدا واحد الحراره قويه ورجعنا خدينا عاوتاني البرد، راه حتى حنا كمرضنا وطحنا ونضنا الله يشافي الجميع، ونتمنوها تكون غير نزلت البرد. مي اخوتي خواتاتي راكم شفتوا ما بقاوش كيحطوا في القناه لا عند الاخت ديالو، الاخت ديالو لا حطات كتحط شي حاجه قديمه او كتحط شي حاجه
كتدعي بالقوه وكتقول احنا ما نطيحوش وحنا غنبقاو دائما قويين. بيان سور انا كنعرف لاله حاده غتكون قويه، ولاله حاده واحد المره اللي كنموت عليها انا بعدا وعندي عزيزه وكنبغيها نشوف فيها في اليوتيوب. الا كنت كنعطيها فيديوهات شي قاصحين باش نقعدها على لاله حاده. هذا ميساج لا عندك ونتمنى يوصل لك. والله ما كنحقد عليكم لا عليك لا على ولدك، اولا كنكرهكم اولا عندي شي سوء نيه من جهتكم. هذه غنصفي القلب ديالي ونصفي الرقبه ديالي، لان لاله حاده كنموت عليك. كنت كنعطيكم شويه القصح باش تبانوا، باش ترجعوا تعاودوا تبانوا لنا في اليوتيوب وتبانوا لنا بالجديد وتبانوا لنا بالحويجات زوينين. راه ما بيني وبينكم الا الخير والاحسان. وراه الا كنت كنقصح ماشي كنكرهكم اولا ما كنحملكمش اولا عندي شي نقص من جهتكم. هادشي ما خصكمش كاع. هادشي اللي كنتمنى الاخ يونس، نتمنى عوده ميمونه للقناه ولاله حاده. كنتمنى لك عوده ميمونه وكنتمنى لك الشفاء من القلب ديالي، وكنتمنى عائلات مربوحه في ما كانت يكونوا قويين، والضربه اللي ما كتقتلش كتقوي. حنا الاخ يونس الا كنا كننتقدك غادي نوصل لك واحد الميساج اونفويي. كننتقدك راك بحالك بحال الاخ ديالي وبحالك بحال الولد ديالي، واخا انت راك كبير عليا في اللاج، مي انا كنت كننتقدك. ما بغيتش على داك الوليدات ديالك، ما بغيتش على داك الوليدات، حيت ما كدير لنا حتى شي فيديو الا كتزور داك الوليدات او كتهلا في داك. ما عندهم حتى شي ذنب في الزواج والحياه المملة ديالكم. انا الاطفال كنحمق عليهم وما تنبغيش عليهم الدار، كما ما كنبغيش على ولادي ما كنبغيش على ولاد الناس. وعين وصابتك ما بينك وبين سمير، بغيت تبغيني ولا تكرهني، راه عين صابتكم. حتى سميره طجت ولا تهضر شي تقولوا شي ما تقولوش، انت كذلك عاوتاني. حتى انت ما قصرتش من جهتك، تما كان خاصك تجري على دارك وتجري على حياتك، تما حياتك بدات كتهرس. اقرب ناس ليك راه ما تيبغيولكش الربح، او يبغيوك تطلع، او يبغيوك دير لاباس، او يبغيوك توصل. ما كايناش اولدي هادشي، كاين غير اللي بغي يطيحك ولا بغي يحطمك ولا بغي يشوفك في الزيروات وما يبغيش يشوفك رقم واحد. حنا كنتمنوا بالقلب الصافي وبالنيه الحسنه، كنتمنوا الاخ يونس يرجع للقناه ويرجعوا يصفوا ويبداو حياه جديده، ما يبقاوش يقطعوا الفيديوهات، ما يبقاوش المشاكل يحبسوكم، ما يبقاوش الضربات القويين يحبسوكم.